النهاردة في جلسة خاصة وافق المجلس على تعديلات قانون القيمة المضافة. ده اللي توافق عليه. التعديلات بتعتبر محفزة جدا للاستثمار، لأنها اشتملت على إعفاءات وتيسيرات بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان أعتقد أنها بتدافع عن الناس والطبقات العريضة اللي محتاجة للأشياء الأساسية زي الأدوية وغيره. إيه رأيكم نشوف على الجراف إيه هي الحاجات اللي تم إقرارها النهاردة في البرلمان والخاصة بتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؟ طبعا هي تمت جدا بإعفاءات ضريبية بتشجيع الصناعة بشكل عام في مصر، إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات، إعفاء أكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة والدم ومشتقاته، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها. تعليق الضريبة للآلات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة سنة، وإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات، يعني مجموعة من الإعفاءات. إعفاء خدمات الصرف الصحي، تنقية أو تحلية المياه، وإعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة، إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق، وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة، عدم تحميل السلع أو الخدمات لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها برضو من القيمة المضافة. كمان اللي يجوا بلدنا، تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لأي مشتريات بدءا من 1500 جنيه، ورد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج، إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة. وأيضا عندنا بعض التعديلات التي تم يعني السلع التي تم فيها جدل اليوم. عندنا زيادة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على الأقساط والتأمين في البنود اللي شايفينها قدامنا، أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض والإصابات الجسدية أو المسؤولية المدنية المتعلقة بها. ده ما توافقش عليه، ده كان متقدم النهاردة بس عشان تبقوا واضحين. أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه، التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، والتأمين ضد أخطار الحرب. دي مجموعة اعترض عليها بشدة النواب النهاردة ودخلوا في مجادلة طويلة مع السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط، وهم بيناقشوا التعديلات دي اللي احنا قريناها مع بعض، زي تعديل رسم تنمية الموارد ده تسبب في تأجيل مناقشتهم للقوانين دي لجلسة أخرى علشان يتم فيها اتخاذ قرار أو يعني يتم النظر فيها بشكل أفضل، يعني لأنها هتؤدي لفرض رسوم وضرائب جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية ورسوم مغادرة مصر. ده قوبل باعتراض شديد زي ما قلنا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والهيئات البرلمانية للوفد والحزب المصري الديمقراطي وغيرهم. حذروا من إن الزيادات هتحمل المواطن أعباء جديدة وإن أثرها المجتمع هيكون غير محمود. الاعتراضات دي كان حزب الأغلبية البرلمانية بقيادة حزب مستقبل وطن خد قراره وطلب من رئيس المجلس رسميا تأجيل المناقشة. معنا على الهاتف لمزيد من الفهم ماذا حدث في هذه الجلسة السيد النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل. أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم. أهلا وسهلا بك أستاذ خيري. أهلا بحضرتك معنا سيادة النائب. ممكن حضرتك توضح لنا إيه هي الاعتراضات اللي كانت النهاردة من السادة النواب على التعديلات المطروحة بقانون ضريبة الدمغة ورسم الموارد المالية؟ يعني طبعا زي ما حضرتك أشرتي إحنا كنا بنناقش قانون القيمة المضافة وبعدين دخلنا في القانون التاني وهو كان تعديل على ثلاث قوانين وهم ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد ورسوم الملاهي والمسارح. ويعني وزارة المالية ومعالي الوزير وهم بيعرضوا وجهة نظرهم طبعا كان كل الكلام على ما يتعلق بأن احنا السلع اللي بتتسمى استفزازية زي الاستاكوزا والمشروبات الكحولية وغيرها تم الزيادة عليها، لكن تفاصيل القانون كان فيها حاجات أخرى وده اللي خلى يبقى فيه اعتراضات كبيرة. كانت منهم الاعتراض يعني اللي بدأت بيه في الجلسة المتعلق بأنه كان في سرد لعدد من تصريحات السيد الوزير على فترات مختلفة بيتكلم فيها عن دعم الطبقة الوسطى وأنها كانت أكثر تضررا للإصلاح الاقتصادي وأن احنا لازم نسندها،
وبالتالي كان سؤالي لمعالي الوزير، يعني تصريحات حضرتك بشوفها بصدقها، لكن لما بشوف القوانين اللي حضرتك بتقدمها بستعجب، وده لانه القوانين جت فيها تحميل على عدد كبير جدا من السلع بشكل غريب، زي مثلا المشروبات الغازيه بزياده عليها ربع جنيه، وبالتالي انت كمان عندك الزيادات المتوقعه في سعر سلاسل الامداد، فاحنا كده بنتكلم ان كل المشروبات الغازيه هتزيد قيمه تتراوح من ربع لنص جنيه. شفنا انه السينمات والمسارح والسيرك المصري وبيزيد عليها ضريبه رسمه الميد وارد بقيمه 5%، السلع المعمره التجميل. السلع المعمرة 2%، مستحضرات التجميل، ودي بقى كانت حاجة برضو قلت له يعني كل سيدات مصر بتستخدم مستحضرات التجميل، حضرتك كان طالب يزود 10% على كل فاتورة جمركية، ده غير بقى الضريبة الجمركية العادية وغير القيمة المضافة، يعني بنتكلم زيادة فعليا هتبقى من 25% لـ50% على مستحضرات التجميل. لو في ستات بطلوا هتبقى مصيبة، ما يشتروش الأدوات التجميل دي. وبالتالي يا فندم عندك حاجات كبيرة جدا في هتحمل أعباء كبيرة، وبشكل واضح جدا أنا كان كلام معالي الوزير واضح، يعني الطبقه المتوسطه طبقه تحملت كتير جدا، احنا في حزب العدل دايما بنقول على نفسنا ان احنا حزب الطبقه المتوسطه، وانه لم يعد ممكنا انه هذا القانون يمر مرور الكرام، وقلت بشكل واضح ان هذا القانون مروره بهذا الشكل يعتبر جريمه في حق الطبقه المتوسطه المصريه، وده مع عدد كبير من كلمات الساده النواب والهيئات البرلمانيه الاخرى اللي ايدت وجهه النظر دي. واضح كان في توافق تام واتفاق بينكم بالزبط. وبين كل القوى السياسيه في البرلمان صراحه، يعني اغلب القوى السياسيه عبرت عن رايها الرافض لهذا القانون. طب كان رد الوزير عليك ايه؟ السيد الوزير كان رده عليك ايه لما قلت له؟ السيد الوزير طرح بوضوح شديد طرح كان متعلق ب احنا بيطلب مننا اعباء موازنه الدوله احنا زودناها، بنعمل استثمارات في كل حته في مصر، صحه وتعليم وطرق، وفي النهايه دي موازنه الدوله واحنا محتاجين موارد اضافيه. وهنا طرحت على الوزير قلت له يا فندم بوضوح شديد، امريكا اللي هي الدوله الراسماليه الاعلى في العالم لما جت ازمه كورونا وعندها ازمه في الموارد راحت فرضت ضريبه على الاغنياء عشان تقدر تاخد بيها وتعوض الفقراء، ومنحت الفقراء فلوس كمان بالظبط، انما انت جاي على الطبقه المتوسطه والفقيره اللي يعني يعني فعلا انفجرت جيوبهم خلال الفتره اللي فاتت، سواء بين الاصلاح الاقتصادي او الظروف الدوليه او كورونا، وفي النهايه الازمه بتاعت سلاسل الامداد حاليا تمام. وبالتالي ما عنديش مشكله ان تبقى عندك ازمه وعايز انك تجيب موارد، لكن هي الفكره انت وانت بتجيب موارد دي عينك على مين وعلى انهي طبقه، وانهي طبقه هي اللي تتحمل التكلفه. طب سياده النائب يعني معلش ما فهمناش يعني ايه تاجيل المناقشه، ماذا يعني هذا؟ يعني تاجيل المناقشه يعني فرصه للدراسه واعاده الدراسه بين الهيئات البرلمانيه، او بقى على حسب ما هيقر بعديها هل هيرجع القانون للجنه تاني او الحكومه ممكن تعمل تعديلات عليه، او قد يطرح بشكل عام تاني للجلسه العامه بعد ما يكون الدرس كليا، لانه اولا القانون جه على طول وتم مناقشته على عجل شديد، وبالتالي لم تحظى بالفرصه الكامله لدراسته، وبالتالي كان لازم وقفه للدراسه، لانه التفاصيل لما دخلنا في التفاصيل، وده دايما اللي قلت انت حاطط بنتكلم عن كافيار وغيره من السلع دي، لكن جوه احنا بنتكلم عن سلع كتير جدا، وبالتالي انا مش هينفع امرر ده، وده جواه في مشاكل ضخمه. صحيح، استبعدوا الحاجات اللي تخص الناس الغلابه وخلوا الكافيار وخلوا الاستاكوزا براحتكم. بنشكرك جدا سياده النائب عبد المنعم امام رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب العدل. معانا كمان الاستاذ رامي يوسف مساعد وزير الماليه للتطوير الضريبي. مساء الخير يا استاذ رامي. اهلا بحضرتك استاذ رامي. كانت الوزاره بتفكر في ايه وهي بتتخذ قرار زياده بعض السلع في ظل زياده موجوده بالفعل في الاسواق؟ طيب يعني طبعا المقدمه بتاعت حضرتك في استعراض الحاجات اللي ضافها او الافعات اللي بتاعها. اذا ممكن استاذ رامي تعلي صوت حضرتك شويه نبقى شاكرين جدا. حاضر يا فندم. فندم الاستعراض في الاول يا فندم اللي كان بيتعلق باستعراض الاعفاءات والدعم اللي تم منحه للصناعات وتم منحه لسلع كتير موجوده في السوق للمواطنين، كان استعراض جيد جدا. والمنح يا فندم مش المنح عفوا، الحاجات اللي احنا بنعطيها ديت دي ليها تكلفه على خزانه الدوله، والدوله في الاول وفي الاخر يا فندم عامله زي جيب كده، يعني ايه صاحب البيت هو بيصرف من جانب ولازم يكون عنده ايرادات عشان يعوض ده من جانب، فكل ما تزيد المصاريف محتاج يعوضها، وبالتالي احنا عندنا في جزء هنا من الايراد عشان ندعم الصناعات وعشان ندعم الجانب الاجتماعي من امصال ولقاحات واوراق اللي هو بيدخل في عمليات التعليم
ده حاجه اساسيه الناس بتشتريها باستمرار لاولادها. الاعفاءات اللي علاقه بالاغذيه ومصادر الاعلاف الحيوانيه، وده يا فندم بيساعد في ان احنا نخفض او نساهم في تخفيض ودعم اسعار اللحوم والاغذيه، الشتلات والحاجات الزراعيه اللي بتساعد في دعم الاغذيه الاساسيه للناس، الخضار والحاجات المسكره اللي الناس بتشتريها، ودي حاجات الناس بتشتريها كل يوم. فاحنا في جزء هنا ضاع مننا من الايرادات اللي بتتحقق في سبيل دعم السلع الاساسيه للناس، السلع الضروريه اللي الناس بتشتريها كل يوم من اكل وشرب ودواء وتعليم وكل الجوانب دي، بالاضافه الى دعم الصناعه اللي من شانها توفر فرص عمل وتدور عجله الاقتصاد علشان تولي الدخل للمواطنين. استاذ رامي طبعا احنا احنا مع يعني ما حدث النهارده انه كان شيء عظيم بتوجيهات من الرئيس ان يتم دعم الاستثمارات من خلال ما تم تمريره والموافقه عليه من اعفاءات، وده شيء عظيم يعني بالنسبه لمصر، لكن الاعتراضات كانت في اتجاه اخر وهو اللي تم تاجيل المناقشه عليها النهارده، وحضرتك بتقول ان احنا بنحتاج لموارد عشان نصرف على ده، الدوله ليها جيبين، واحد بتاخد منه وتدي للتاني. طيب بالنسبه للاعتراضات دي يا فندم، حضرتك مش شايفها مشروعه لان الموضوع بيمس الطبقه العريضه من الناس، الطبقه المتوسطه وما تحت المتوسطه، لانها سلع اساسيه بتدخل في حياتهم، ما بيعترضوش على السلع الترفيهيه. ولا حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ خليني اقول لحضرتك، ما هو الموضوع برضه فكره لما بتاخد على عمومه ما بيبقاش واضح. يعني حضرتك لو دخلنا مثلا على السينمات والمسارح، هو البند يا فندم بيبقى اسمه سينمات ومسارح، بس حضرتك لو بصيتي على السينما هتلاقي هو فرض 10% يا فندم مقابل الدخول لعروض الافلام الاجنبيه وليس اي افلام. يعني هنا هو حطها على الافلام الاجنبيه. طب السينما هل الانسان بيدخلها كل يوم او كل اسبوع زي الاكل؟ لا طبعا يا فندم. فبالتالي لما بنقول بس دعمها مهم برضه استاذ رامي، ده ما انكرناش يا فندم، دعم السينما مهم، احنا عايزين ناس تتفرج وتطلع على ثقافات مختلفه وترفع عن نفسها، ده جزء مهم ودخل لتشجيع الصناعه نفسها. ما عشان كده يا فندم نتكلم فيها، هنا الزياده هي زياده بسيطه، زياده تعادل 10% من قيمه تذكره الدخول يا فندم. طب وضريبه الدمغه وتنميه الموارد يا فندم؟ ضريبة الدعم يا فندم هي 1%، ودي تم مناقشتها حتى مع الصناعه قبل ما نحطها في المشروع، وضريبة الدعم دي هي في ظاهرها 1%، حقيقة هو بيتحملها شركة التأمين والمؤمن يا فندم مناصفة، فهي في الآخر هتنعكس بنص في المية عليه، يعني على المواطن رايح يأمن على حياته وراح، هي هتنعكس بنص في المية زيادة على قسط التأمين، لأن الشركة بتتحمل النص الثاني، فهي بيتم تقاسمها ما بينهم. عشان بقول حاجه، هي الحاجه قد تكون في ظاهرها بتبان ان هي كده، ولكن هي بعض البنود الرسم هو يعتبر من انواع الضريبه الانتقائيه، هي بتنتقي مجموعه من السلع خلاص اللي تقدري تزودي بيها الموارد من غير ما تمسي القاعده العريضه من المجتمع. طيب عشان كده استاذ رامي، هي اي حاجه بتمس القاعده العريضه من المجتمع، لكن خلينا نقول ماذا ستفعل وزارة المالية بعد تأجيل المناقشة؟ هل ستراجعون القوائم مرة أخرى؟ هل تتخيروا بعض الأشياء؟ هل تستبعدوا يعني السلع المعمرة، الست اللي بتروح تجيب غسالة أو تلاجة أو مروحة لبنتها اللي بتتجوز ولا ابنها ولا للبيت عندها، مش هتستحمل أي زيادة، خاصة أن احنا قد ندخل على زيادات في أول العام الجديد بسبب مشكلات الشحن وخلافه في العالم كله. فهل هيتم تنقية ما قدم وإعادة تقديمه للبرلمان مرة أخرى للمناقشة؟ طبعا هو أكيد هيتم تاني إعادة النقاش عليه، وهنبص في البنود مرة تانية وهيتم إعادة دراستها. بس حتى لو بصينا يا فندم على السلع المعمرة، السلع المعمرة الفئة اللي موجودة عليها يا فندم هي فئة 2%، وبيصاحبها ويصدر بهذا بهذه السلع قرار من وزير المالية، وده على غرار حاجه موجوده في القيمه المضافه لحاجه اسمها ضريبه الجدول اللي موجود فيها، وبتفرض ضريبه الجدول على الاجهزه مثلا تلاقي التلفزيون اللي فوق 32 بوصه، الغسالات اللي فوق 18 قدم. فهي مش معنى يا فندم ان موجود فيه 2% ان هي تفرض على كل شيء، في هنا وزير الماليه هيحدد ايه اللي يفرض عليه، وبالتالي في بعض الحاجات الاساسيات اللي الناس بتتجهز بيها في جوازها وخلافه. وزير الماليه عنده جيبين وجيب فضي فعايز يحط فيه، فهيجيب منين؟ ما هو لازم تيجي على حساب الناس. يعني الناس تعبانه. وده بينعكس يا فندم في الاخر في الزيادات كل سنه بتاعت الاجور اللي بتبقى بال 10 واكثر من 10% اللي بيطلبها الناس، الدعم اللي بيروح للمعلمين دلوقتي عشان نزود المعلمين وندعم
ايوه، ما هو يا فندم بيتاخد من الناحيه الثانيه من الناس بتدفعه. هي الحقيقه طالما النهارده كل النواب البرلمان، كل الكتل، كل التوجهات كانت متفقه على ان هذا يعني يمس بشكل مباشر المواطن البسيط ومش هيكون في صالحه، وانه يفتقد، حتى قيل انه يفتقد فيها للحس السياسي، اعتقد هيكون هناك مراجعه قويه من قبل حضراتكم. سياده النائب لسه عبد المنعم كان بيقول كده معانا على التليفون، وحضرتك استاذ رامي اكيد هتنقل هذه الصوره واكيد هيتم التعديلات، وهنلتقي مع حضرتك مره ثانيه تقول لنا اذا في جديد في الملف. بنشكرك جدا. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا استاذ رامي يوسف، مساعد وزير الماليه للتطوير الضريبي.